أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد التهذيب المطلع بالأدلة. وما زلنا في باب الطهارة، ووقفنا في باب الوضوء عند قول الشيخ: ومنع الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف أو جزئه وكتبه وحمله وإن بعلاقة أو ثوب إلا لمعلم أو متعلم، وإن حائضا لا جنبا، وإلا حفزا بساتر، وإن لجنب كبأمتعة قصدت. في هذا النص يذكر الشيخ موانع الحدث الأصغر، يعني إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر يعني غير متوضئ، فلا يجوز له أن يفعل أشياء. يقول يعني أن الحدث الأصغر وأولى طبعا الأكبر عن الجنابة والحيض والنفاس يمنع التلبس بالصلاة والطواف، إذ من شرط صحتهما الطهارة، فلا ينعقدان بدونها. يعني ما دام الإنسان محدثا لا يجوز له أن يصلي أو أن يطوف بالبيت. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث في البخاري في كتاب الوضوء، وفي مسلم أيضا في باب وجوب الطهارة للصلاة، وفي لفظ مسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حتى نص العلماء في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا: من استحل الصلاة بغير وضوء كفر. ليه؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وهو أمر الله تعالى بالطهارة عند الصلاة، أي عند القيام إلى الصلاة. والعجيب أن يعني بعض الناس أحدث في الصف الصلاة وهو يصلي، فخرج وتوضأ ورجع، فواحد من الجهلاء قال له: إيه يعني كنت أكملت الصلاة ثم توضأت بعد ذلك؟ انظر
العلم طبعا هو من اهل الجهل، لكن متعلم. كيف مثلا واحد احدث خرج منه ريح وهو يصلي، كيف يكمل الصلاه من غير وضوء؟ والعلماء يقولون لو استحل ذلك كفر. يبقى اذا هو لو مكث في صلاته على غير وضوء فهو آثم، لانه يصلي من غير وضوء. والعجيب ان المتعلم يخطئ غير المتعلم، يعني ألهمه الله بالفطره الخروج من الصلاه، المتعلم يقول له انت اخطأت. سبحان الله العظيم، يعني الأمي يعلم المتعلم. سبحان الله. ويفوت يريد ان يفوت عليه صلاه الايه؟ الجماعه. يعني هو ذهب وتوضا ولحق الجماعه، لحق ركعه مثلا من الصلاه، فاخذ ثواب الجماعه. لكن لو مكث على كلامه الى اخر الصلاه ثم توضا واعاد الصلاه، اعادها وحده. لكن انظر الى يعني الافتاء من غير علم، الجرأه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. يعني هل يستطيع أن يأتي بهذه المسألة من أي كتاب ويقول مثلا قرأت في كتب العلم أو قال الإمام الفلاني أو العلاني؟ يقدر؟ ما يقدرش. دي فتوى من الجيب، زي ما قال العلماء فتوى من كيسه، يعني يخرج من كيسه. حالا ما جابهاش العلماء. يعني واحد يفتي بدون علم يقول له هذا من كيسك، يعني انت اخرجته من ايه؟ من جيبك او من كيسك اللي بتحط فيه الفلوس او بتحط فيه الحاجه، انت بتطلع منه علم وتقول للناس لم يرد لا في كتاب ولا في سنه ولم يقل به احد من اهل العلم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. يعني لو واحد عمل بهذه الفتوى التي هي يعني من غير علم، يعني يظل يعمل بهذه الفتوى سنين والإثم على من أفتاه. يعني هو الذي صحح له الفعل الخطأ. يبقى كلما فعل الفعل الخطأ عليه ايه؟ عليه الإثم. ولذلك العلماء يقولون يعني المفتي نائب عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن القيم عمل كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين عن رب، يعني إعلام المفتين، لأنه اللي بيفتي كأنه في آخر الفتوى يوقع يقول هذا حكم الله، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لما واحد يسألك يقول لك من الذي أباح الصلاة من غير وضوء؟ مع أن الله أوجب ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك. من أين أتيت بهذا؟ دي أمور مجمع عليها، يعني لا خلاف فيها. الصلاة بالذات لا يجوز لأحد أن يدخلها من غير وضوء. وكذلك الطواف. الطواف أيضاً لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. إلا أن الله عز وجل أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. حديث ابن عباس رضي الله عنه، ده في الترمذي، هذا الحديث في الترمذي. والآن في فتاوى برضو على الفضائيات تجوز الطواف من غير وضوء.
يأخذون برأي الشيخ ابن تيمية وابن حزم ويتركون آراء المذاهب الأربعة. آراء المذاهب الأربعة قالوا لا يجوز الطواف بغير وضوء لأنه صلاة كما شبهه صلى الله عليه وسلم. الطواف بالبيت صلاة أي كالصلاة أو هو صلاة لأنه عبادة تشترط فيها الطهارة. حتى الإمام أبو حنيفة يعني لم يقل بالركن إنما قال لأنها واجبة، يعني لو تركها وطاف من غير وضوء عليه دم، عليه دم يعني يسفح شاة لأنه طاف من غير وضوء. وحديث السيدة عائشة واضح في هذا، السيدة عائشة رضي الله عنها تقول في الفتح لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة أو البيت لم يزد على أن توضأ ثم طاف، لم يزد على أن توضأ ثم طاف، يعني دخل فتوضأ ثم طاف بالبيت، يبقى ده دليل على إيه؟ الطهارة. ثم إن الذي يقول يجوز الطواف غير الوضوء. طيب وعند صلاة الركعتين ركعتين يصلينا من غير وضوء، يعني تقول له تطوف من غير وضوء، فإذا جئت لصلاة الركعتين تخرج لتتوضأ وترجع مره أن يتوضأ من أول الطواف، وهل يتساوى إذا طاف من غير وضوء بالذي يطوف؟ من قال؟ لكن الناس يتبعون الشواذ من أقوال أهل العلم، ليه؟ خالف تعرف أو خالف تذكر، ليقال فلان يفتي ضد ما قال المذاهب الأربعة يذكر بهذا، المذاهب الأربعة يقولون كذا وفلان قال كذا وكذا، العلماء يقولون إذا اختلفت أمتي فعليكم بالسواد الأعظم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذئب يأكل القاصية من الغنم، يعني دائما الرأي المنفرد يكون تحت الصواب والخطأ، لكن رأي الجماعة يد الله مع الجماعة أو على الجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. يعني الإنسان يحذر مثل هذه الفتاوى الشاسة، لأنها فتاوى شاسة، ليه؟ خالفت ما قاله الأئمة الأربعة. جاء بعد ذلك في القرن الخامس ابن حزم وخالف المذاهب الأربعة. ابن تيمية جاء في القرن السابع أو الثامن وخالف المذاهب الأربعة. يبقى نترك المذاهب الأربعة الذين هم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون، ثم نأخذ برأي المتأخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أتباع المذاهب الأربعة أو أصحاب المذاهب رضي الله عنهم وتلاميذهم من خير القرون، الإمام أبو حنيفة تابعي، الإمام مالك من تابع التابعين، الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، الإمام أحمد تلميذ للإمام الشافعي رضي الله عنه، كلهم من خير القرون داخل القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فاحذروا مثل هذه الفتاوى. ولذلك الشيخ الترتيب قال فلا ينعقدان بدونها، يعني الصلاه والطواف لا ينعقدان بدون الطهاره. للايه وللحديث، ولان الطواف صلاه. ويمنع ايضا الحدث يعني مس المصحف الكامل أو جزء منه،
وإن آية، ولو حتى ولو مس ذلك من فوق حائل أو بعود. يعني المحدث لا يمس المصحف، يعني لا يضع يده عليه، أو جزء المصحف كالربع أو النصف أو الجزء الأجزاء الثلاثين في الختم مثلا، أو آية. يعني لو لقي آية مكتوبة كده هو محدث لا يضع يده عليه، حتى ولو كان في ورقة فوق المصحف، يعني بين إيده وبين المصحف، أو الثوب مثلا فوق المصحف. قالوا لا يضع يده حتى فوق الحائل، ولا يعني يمسك عودا ويضعه عليه الآية صيانة للمصحف من يمسه غير طاهر. وكذا يحرم على المحدث كتبه، يعني الكتاب ما يكتبش آية ولا آيتين ولا ثلاثة، فلا يجوز للمحدث أن يكتب القرآن أو آية منه، ولا أن يحمله ولو مع أمتعة غير مقصودة بالحمل. يعني المصحف داخل شنطة، هو لو قصد المصحف لا يجوز له ذلك وهو محدث، لكن لو قصد حمل الشنطة اللي داخلها المصحف لا شيء، لأنه لا يقصد المصحف وإنما يقصد يقصد الشنطة. هذا معنى إيه كلمة الأمتاع، المتاع هو المتاع المسافر. ولو بعلاقة أو ثوب، يعني لو المصحف موضوع في علاقة برضه ما يقصدش حمل المصحف، أو داخل ثوب أو داخل وسادة ويقصد حمل المصحف، لكن لو قصد حمل الشنطة هي المتاع، أو قصد حمل العلاقة بدون المصحف، أو قصد حمل الثوب ولا يقصد المصحف الذي فيه، أو حمل الوسادة ولا يقصد المصحف، جاز له ذلك. ثم استثنى من المس المحرم إلا لمعلم أو متعلم وإن حائضا لا جنب. انظر إلى تفصيل الشيخ رحمه الله تعالى. طبعا الدليل على حرمة مس المصحف قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم كتب له ولا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث صححه ابن عبد البر والإمام الشافعي، ورد بأسانيد كثيرة فيحكم له بالصحة كما قال أهل الحديث. لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمسه إلا المطهرون. لكن هناك ضرورات، فالشيخ قال إلا لمعلم أو متعلم وإن حائضا لا جنبا، أي يحرم على المكلف مس المصحف وحمله إلا إذا كان معلما أو متعلما، فيجوز لهما مس الجزء واللوح والمصحف الكامل، حتى وإن كان امرأة، يعني وإن كان كل منهما حائضا أو نفساء. المرأة يعني محدثة حدث أصغر، وزيادة على ذلك الحيض والنفاس حدث أكبر لعدم قدرتهما على إزالة المانع. يعني أن المعلم أو المتعلم الجنب لا يجوز له أن يمس، ليه؟ لقدرته على إزالة الجنابة بالماء. هذا هو الفرق بين الحائض والنفاس.
والنفساء والجنب. فالحائض طبعا والنفساء مرتبطة بإيه؟ بعدد الأيام، يعني لا تستطيع إزالة الحدث الأكبر إلا بعد مرور أيام الحيض ومرور أيام النفاس. بخلاف الجنب لقدرته على إزالته بالغسل أو التيمم إن فقد الإيه؟ الماء. والمتعلم قال يشمل من ثقل عليه القرآن فصار يكرره في المصحف. من ضمن المتعلم هو يخاف أن يتفلت منه القرآن فهو يقرأه في المصحف خوفا من نسيان القرآن، يدخل في المتعلم. لكن المهم أنه يقصد إيه؟ يقصد الحفظ. لكن لو قصد التعبد والتقرب يبقى لابد أن يتوضأ. لكن هو يخاف من النسيان فيمسك المصحف ويكرر في السورة أو في الآيات أو في السورة كلها خوفا من النسيان، يبقى يعني يغتفر له أن يقرأ من غير وضوء. من غير وضوء لو الاثنين معاك لا لا، ما دام في نية العبادة يبقى لابد أن يكون متوضئا. وده ينفع المدرسين والمدرسات و يعني الطلبة والطالبات في مختلف مراحل التعليم، خاصة من الإعدادي والثانوي والجامعات. فالمدرسون والمدرسات يعني يغتفر لهم ايه؟ مس المصحف او جزء المصحف او كتابة على السبورة مثلا والشرح، يغتفر لهم كتابة الايه؟ القرآن الكريم. خلي بالك هذا رأي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وهو الذي عليه الفتوى. يعني الآن العلماء يفتون به، يعني باقي العلماء منعوا هذا مطلقا، منعوا المس والكتابة لغير المتطهر، لغير المتوضئ. الإمام مالك يعني رضي الله عنه هو الذي نص على هذا. يبقى هنا استثنى المعلم والمتعلم، ومين تاني؟ قال وإلا حرصا بساتر وإن لجنب كبأمتعة البصر. قال هذا معطوف على الاستثناء فقط، أي إلا لمعلم أو متعلم، وإلا من حمل القرآن للحفظ، يعني للحفظ والتحصيل. الناس الأوائل كانوا يتبركون بالقرآن ويعتقدون في حمله أنه حفظ وحصن للمسلم، إنما يحمل جزء القرآن أو يحمل المصحف أو شيئا منه. ولذلك قال الشيخ وإلا إذا كان القرآن حفظا بساتر يقيه من وصول قدارة إليه، يعني موضوع في جلد، فالجلد ده يعتبر ساتر للقرآن. وبعدين الشيخ برضه جاي من ضمن الساتر الجيد، هناك في دخول الحمام إن خف عليه الضياع، يبقى إن كان القرآن موضوع أو المصحف يعني موضوع في جلدة، ومن داخل بعد الجلدة كمان موضوع في جيب السرير أو جيب البدلة أو جيب الجنب، يعتبر ساتر. فهو يعني عايز أقول إن الساتر يعتبر وقاية من مس اليد، هذه معنى حرزا بساتر، يعني كأنه لا يمس الآيات لأنه الجلد ساتر. وإلا إذا
محجوزا ومحفوظا بسابق يقيه من وصول قذارة إليه، فإنه يجوز حمله خوفا من ارتياع، يعني اللي هو الخوف، يعني انه يشيل المصحف مثلا وهو مسافر للحفظ من الخوف والوجب كتأمين له، أو خوفا من مرض يعني يحمله كالرقية، يحمله كالرقية، أو مرض أو رمد يعني لوجع العينين. الناس الأوائل كانوا يحملون القرآن لأجل هذه الأغراض، يعني للتأمين من الخوف وللاستشفاء به من مرض أو رمد أو غير ذلك. هنا حتى ولو كان الحامل للمصحف جنبا، بس شرط الحفظ بالستر وأولى الحائط. قال وظاهره ولو مصحفا كاملا، يعني في ناس تقول ايه، انا ما بشيلش المصحف من جيبي بنية التحصين بالمصحف وبنية الاستشفاء بالمصحف، هذا جائز. قال حتى ولو للحائط والجنب. قال وهو كذلك على احد القولين، في قولان، المسألة فيها قولان عند المالكية، والشيخ الدردير قال وهو كذلك حتى أي ولو كان مصحفا كاملا على أحد القولين، يعني بعض العلماء أجاز حمل البعض بعض المصحف آيات مثلا أو جزء، وبعضهم أجاز حمل الإيه المصحف الكامل. يبقى على كلا القولين جائز حمل المصحف أو بعض المصحف. زمان كان يعمل حروس كده صغيرة آيات الحفظ، آيات الوقاية، آيات الشفاء، ويجعلونها في الحفظ ويضعونها للأولاد الصغار ويحملها الكبار أيضا، فكل ده جائز. لكن الشرط إن هو أن يكون القرآن محفوظ في جلد أو جيب من القماش، يعني يحفظه من وصول قذارة إليه، ده أهم شيء. لذلك الشيء قال وإلا حرزا بساتر وإلا جنب. والآن المصحف المكتوب يعني مكتوب في المحمول، مصحف الشمالي وغير الشمالي، الآن المحمول فيه المصحف كاملا، لكن دي مسألة خلافية. يعني هل القرآن اللي هو في الأسطوانات زمان والشرايط بعديها والآن في الأشياء الإلكترونية المحمول وغير المحمول، هل يأخذ حكم المصحف الأصلي المصحف الورقي أو لا؟ طبعا العلماء المحدثون اختلفوا في هذا، بعضهم يقول ليس هناك ورق ولا شيء مكسور، يعني ما كناش نفتح المحمول ونتكي على برنامج معين الصفحات ما تجيش، وبعضهم قال لا يأخذ حكم المصحف، وبعضهم قال يأخذ حكم المصحف. حتى في الشرائط القديمة اللي هي شرائط التسجيل، القرآن صامت على الشريط نفسه، يعني انت تشوف الشريط احمر تحطه في الكاسيت تسمع اشتغل القران، فهذا يسمى مصحفا او لا فيه خلاف بين اهل العلم من حيث المس او دخول دوره المياه فيه. يعني بعضهم قال ياخذ حكم المصحف وبعضهم قال لا ياخذ حكم المصحف، والقولان راجحان لانهما باجتهاد. لكن الآن المحمول له جيد ومحفوظ، يعني يعتبر المصحف
محروز ومحفوظ في داخل الايه؟ يعني داخل اشياء كثيره، يعني الجيم وكمان الزجاج مغلف فيه والحديد من ورا ومن امام. قال ومثل ذلك حمله بأمتعة قصدت للحمل، يعني الحائط والجنب لو حمل الأمتعة أمتعة المسافر يجوز، وفيها مصحف يجوز له ذلك. ليه؟ لأنه قصد الأمتعة ولم يقصد المصحف. ولذلك قال ومثل ذلك حمله بأمتعة قصدت للحمل كصندوق ونحوه. زمان كان ياخذ صناديق من حديد ومن خشب في السفر، قبل الشنطه دي كان الناس ياخذوا ايه؟ المسافرون ياخذون الصناديق كصندوق ونحوه في مصحف او جزء مصحف، وقصد حمله في سفره او غيره، يعني واحد ينقل من مكان الى مكان. فإن قصد المصحف فقط أو قصد المتاع والمصحف معا منع ذلك. قال إيه؟ إذا كان قصد المصحف ذاتيا لا بالتبع للأمتعة. يعني العلماء طبعا يفترضون الإيه؟ المحال. طبعا أي واحد مسافر ومعاه مصحف في الأمتعة لا يقصد حمل المصحف. لا شك انه يقصد حمل المتاع ولا يقصد حمل المصحف فقط دون المتاع. قال والا جاز كما هو الراجح، الذي يحمل المتاع الشنطه وفيها المصحف جاز له ذلك حتى ولو كان حائضا او جنبا او نفسا كان راجحا. وكذلك حمل التفسير ومسه لا يحرم، لأنه لا يسمى مصحفا عرفا. يعني تجد بعض كتب التفسير المصحف فيها ايه؟ مكتوب من فوق والتفسير ايه؟ من تحت. لو الإنسان شال كتاب التفسير أو مسه جائز. ليه؟ لأنه هنقول ايه؟ حمل كتاب تفسير. وكذلك كتب العلم عموما، كتب الحديث في خلال الشرح فيها آيات من القرآن، لكن يجوز حمله، يجوز ايه؟ حمله. وكذا حمل التفسير ومسه لا يحمل، يعني يقلب الصفحات تفسير ويقرأ ويمس لا شيء عليه. فقوله كبأمتعة تشبيه في الجواز المستفاد من الاستثناء، وإلا حرزا لسيده وإلا جنب كبأمتعة قصدت. ويجوز حمل الأمتعة المقصود حملها ولو لكافر، يعني واحد في السفر معاه مصحف في الشنطة وجاء واحد كافر شال الشنطة منه، أو هي شنطة ثقيلة فاستأجر لها رجلا كافرا جائز، لأن هنا المقصود حمل إيه؟ الشنطة والمتاع، والمصحف ليس إيه؟ ليس مقصود. لأن القصد لم يكن منه إلى حمل المصحف،
وإنما قصد إلى حمل التابوت وما فيه من مصحف وغيره. يعني هذه هي الأشياء التي ذكرها الشيخ في ما منعه الحدث الأصغر. أما ما منعه الحدث الأكبر فسيأتي عقب الغسل من الجنابة إن شاء الله تعالى.